بنك طاقة من شركة كما ترون هنا IXCC. طبعا هذا البنك صيني بقدرة أو بحجم 15,000 أمبير، طبعا غير واضح لنجعله بهذا الشكل، ونحاول الآن. طيب على العموم ها هنا أيضا المعلومات، نرى إن كانت واضحة. طيب على العموم نعم، 15,000 أمبير طبعا بمنفذين كما ترون هنا، منفذين، وكذلك هنا الكهرباء، وهنا يوجد لمبات LED 4، وهنا المفتاح. طيب الآن سوف نقوم بفتح كرتون هذا البنك الطاقة ثم نعود. طيب كما ترون قد قمنا بفتح الكرتون، الآن سوف نقوم بفتحه. طيب كما ترون ها هو بنك الطاقة، طبعا يأتي في بلاستيك، طبعا هو ثقيل نوعا ما، وسوف نخرجه الآن. أيضا يأتي معه بطاقة الضمان كما ترون، ها هي بطاقة الضمان. طيب وكذلك كتالوج باللغة الإنجليزية وباللغة الصينية. طيب وكذلك يأتي معه السلك الذي نقوم بشحنه به، سوف أقوم بفتح هذا السلك وفتح أيضا جهاز بنك الطاقة. الآن كما ترون ها هو بنك الطاقة، وها هو السلك الذي تكلمنا عنه. طبعا تحتاج إلى رأس USB حتى تضعه في الكهرباء، أو ضعه في جهاز الحاسب الآلي، أما لابتوب أو ديسكتوب. على العموم طبعا أنا أصور بيد، لا أستطيع أن أقوم بالتركيب. نقوم بتركيب، عفوا ليس هنا، بتركيب مدخل الشحن هنا. هذا نقوم بتركيبه بهذه الطريقة. طبعا أنا لن أستطيع أن أقوم بأن أركبه لأنني بيد واحدة كما ذكرت، وممسك كاميرا التصوير بيد. كما ترون كما تحدثت قبل قليل، هناك منفذين يستطيع أن يقوم بشحن جهازين مع بعض في نفس الوقت، وها هي لمبات LED 4 كما ترونها، وها هو المفتاح. لو قمنا الآن بالضغط على المفتاح، لا أعلم هل ترون النور أم لا. طبعا هذه كاميرا التصوير، مع الأسف أنها سيئة في الجودة. طيب الآن نقوم بالضغط مرة أخرى. كما ترون ها هي الآن تعمل هذه اللمبات. طبعا كما ذكرت هو ثقيل نوعا ما، مصنوع من الألمنيوم كما ترونه، وبإمكانك أن تمسكه بيدك، يعني تضعه في كفك، لا يوجد أي مشكلة. هنا أيضا بعض المعلومات الموجودة عليه، عفوا ليس بهذه الطريقة، لا أعلم هل ترونه أم لا. على العموم هو بقدرة 15,000 أمبير، طبعا جدا جدا رائع وممتاز. فقط هذا ما لدينا، أتمنى أن تكون قد أفادتكم هذه المراجعة.